يلا. اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، معاكم فاطمه محفوظ ولايف جديد. النهارده اللايف بتاعنا مختلف. في الاونه الاخيره ظهرت لنا بعض الناس اللي بتتكلم عن القوه الخارقه وان الشنيور مش بيخترق اجسادهم. احنا دلوقتي بنوريكم مع الكابتن عبوده نينجا جايين له الزقازيق علشان يورينا ازاي الشنيور مش بيخترق اجساد البشر. اتعرف عليك يا كابتن؟ اتعرف على حضرتك يا كابتن؟ السلام عليكم، انا كابتن عبد النينجا، مدرب فنون قتاليه وباركور والحمد لله يعني ربنا رد ان احنا نضرب كوات خاصه وكده ان شاء الله. طيب عايزه حضرتك تقول لي ازاي بقى نكتشف الحقيقه، يعني احنا دلوقتي بقينا محتارين مش عارفين الحقيقه فين من القوى الخارقه اللي الناس بتدعيها او بتبقى فعلا ممكن يكون موجودين عندها عند بعض الناس او بعض الشخصيات، احنا بقى عايزين نعرف فين الحقيقه. والله حضرتك هو اصلا احنا اللهم صل على النبي احنا بنلعب انا من زمان من سنه 86 فكنت بحث عن العلم يعني. فانا لما اتدربت بقى بره مصر وكده مع ناس في ليبيا وكده فعلموني الحقيقه، علموني كل اللي هي اسرار الفنون القتاليه يعني او الشوبه ده كله كذب يعني، السنين بيعملوا الحركات دي كذب بتاعت اللي هي بتاعت معبد الشاولين ده كله شو استعراض بس، والناس اللي بتطلع في مصر هنا بتبين ان هي خارقه وكل ده كذب، كلهم بيكذبوا على نفس اللقاء ده من 2017 برضه مع حد يعني، بس نعيده تاني عشان في ناس طلعت تاني. بتاعت السنيور حضرتك بصي بلاش دعوه بالقوى الخارقه بقى ولا حاجه، افشل لابد ده. بص حضرتك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، البنطه دي البنطه دي دي بتاعت الحيطه اللي بتخرم الحيطه العمال الخرسانيه دي. تمام؟ انا اتحدى اي حد في العالم بدي، في العالم انا اتحديت ناس صينيين ومجوش برضه مع ان هم عايشين في مصر مجوش. دي اللي عايز يعمل فيها خارق يعمل بدي بتاعت السنكريه والحدادين، اما بتاعت الحيطه كذبه بيكذبوها. فما حدش يدي بقى على شباب المصري، احنا دلوقتي يعني عمرنا كله عدينا مع كنا بنلعب مع ناس كانوا بيكذبوا علينا. وعايزين بقى الجيل الصغير اللي يطلع بعد كده، الاطفال الصغيره اللي تطلع ما حدش يكذب عليه بقى المصريين تاني. دي البنطه اهي اللي هي ما بتعورش اصلا، دي بتاعت الاعمال الخرسانه، ودي خرسانه حضرتك عشان ما حدش يقول لك ده بريها. اهي لسه مغير نص كده اللي خلاها وضع بتاعت الخرسانة دي ما تعورش، ما تجيش على ايد ولا حد اي حد ما تعورش خالص. بص عشان بس بتاعتي ايوه اللي بتدمر بقى وتدمر اي حد دي، حتى حتى في خشب عندك كده مدور هاتها وادها تحت كده. بص حضرتك دي بتاعت اعمال الخرسانه، دي ما بتضرش اي انسان عشان فيها فديه من قدام. بص بقى حضرتك دي بتاعت بقى الورش بتاعت المخرطه والسنكريه والحدادين، دي اللي زعل ماشي هاتها، وبتاعت النجارين برضه. قرب بص دي حضرتك اهي، دي في الخشب بقى اهي، ووريك بين برضه بين الاثنين اوريك بس حاجه عشان يبقى احنا المصداقيه مش عايزين نكذب على حد. بصي دي بتاعت اعمال الحداده اهي، مش هتخرب هنا. لا انا بقى بص عليها، بصي حته حته سليمه اهي، سليمه اهي. بصي مهما تدوس عليها بقوه بصي مش هتخرب هنا. غير بقى دي اهي،
دي بقى اللي هي بتاعت الايه السنكريه والحدادين والخراطين بتاعت اللي بتخرم اي حاجه. دي لو واحد بقى لو اقول لك انا خارق وانا قبل كده اعلنت التحدي مع ناس تبع معبد الشاولين هنا في مصر تبع السفاره الصينيه في مصر وهربوا من التحدي يعني غفلوها ما رضوش يجوا يعني. دي تزعل بقى. فاللي يتحدى يقول انا خارج في مصر او صينيين او هنديين حداني الجيل وانا بقى كعبود اكفل معاك بالفلوس اللي انت عايزها يعني اي حد في حد راجل يعني انا دلوقتي عايزه اجرب الشنيور دوت احنا هنحل دي حضرتك اهي اهي بص اهي وهنركب دي هنا لو عملت دي في ايد حد او في دماغ حد اقسم بالله هيزعل هتخرم الايام التانيه اما كان المصداقيه اهي لو انا بعمل شو بقى وبتاع وعرض باكل عيش انا معانا شباب احنا مدربينهم في شرم الشيخ هم زعلوا ان انا وضحت الحته دي بس عادي بقى معلش يا شباب يعني سامحوا الكابتن بتاعكم عشان هم بيعملوا شو قدام السياح والاجانب كده هيزعلوا مني بس عادي احنا بنوضح عشان شباب مصر كله محدش ايه دي حضرتك اللي ما تعوضش لما نيجي مثلا على الكابتن معانا كابتن حنان معانا بتدرب معايا في الصاله هنا تعالى بس اكيد وانا هعمل على حضرتك بص اهو تعالى بقى حضرتك المذيعة بقى خلاص يعني دخلت عشان الحقيقة هتتعور ما تخافيش حضرتك طيب أوكي بص حضرتك أهي بص أهي هات أي جارة أهي بس أي جارة بتسخن بس معلش بس مش اللي هتخرم اه احنا بنرجع يعني احنا دلوقتي بنعمل كده أهو احنا بنقول بس عشان عملنا بقى خرسانة اه احنا عشان نقول كده أهو هي عشان أنا عملت فيها خرسانة بس لما تبقى كده مش هتعور مش تخافي طيب اتفضل اتفضل مش هتعورك طب تمام بص حضرتك مش هتعور خالص لو تعمل حتى في الدماغ مش هتعور يعني طيب مش تخافي ما هبص ليه بقى كده اهو والله تمام عشان طب عشان تبان ان تعالى حضرتك كده كده اه مش تخافي بقى اهو بسم الله فرجاء يا جدعان في عبود يا نينجا عايش هنا في مصر طب ما حدش يكذب عشان احنا بنوضح الحقيقه كامله لكل الناس يعني وبتاعت الازاز وبتاع النوم على المسامير كل ده عملناه ونعمله لحضرتك تاني طيب ممكن بقى حضرتك توريني المشي على الازاز المشي خش يا كابتن ده ازاز اهو ازاز بجد يعني اهو الازاز ده شباب متكسر بطريقه معينه محدش يجي في البيت وكوبايه تقع في البيت وتعمل عليها تمشي عليها احنا عاملين ده مكسرينه وبننخله فبينتج عنه البودره اللي بتنتج دي مكان التكسير لما بننخله بيموت سن الازاز ما تيجي تمشي عليه تعال خش يا كابتن برضه الاول خش امشي تعال كابتن سيد خش احنا بنقول الشباب اللي بيعملوا الشو وبيعملوا العروض احنا معانا فريق شباب مدربين معايا بيعملوا في شرم الشيخ عروض للاجانب قدام فبنقول ان احنا ايه بنوضح انت ما تجيش كطفل او عيل صغير او شاب صغير او طفل صغير في مصر كوبايه يا حبيبي وقعت في البيت اوعى تمشي عليها ده معمول بطريقه معينه يعني مش ماما الكوبايه تتكسر تروح ماشي هتشق رجلك جربها بقى حضرتك بقى اجرب لا طب لازم ابقى انا معلش لا احنا لازم المصداقيه بقى انت جاي لنا من القاهره للزقازيق مشوار فلازم يعني تتعبت معانا على ما مش تخافي خالص يعني امشي على طول بقى كده امشي مش تخافي والله كذب بيكذبوا على المصريين ايوه كذب والله ما عملليش حاجه ايوه تمام دي عندنا خدعه اهي في خدعه مثلا كمان لو كابتن بوت تعالى هنا نم بقى خلاص اقلع الجاكيت اقلع الجاكيت Thank you.
عندي ما كده شيء قدامي دي تحديها فيها قدام شنو طب يا بص لو قمت انا عشان كده اقول علينا كذابين قمت انا ارجع ورا بس انزل حلو انت راجل نينجا حتى لو انت الحجر هنا بقى على بطنك الشبايين بقى متفقين امسك بقى داخل الاثنين رمز بالفرق احنا بنوضح ان ده كذب كله اكون انا مثلا اهو بص انا لما بجرب كده ده بطك بقى مخش لما بجرب هو ده الازاز ده زي السجاده انا بضرب بحاجه دي جامده عملت اهو ده اللي بيتعمل في معبد الشوي الضربه نازله فين على الطوبه يعني ده حجر اهو مش نازله على ظهر بطن امي يا بنت اه اثبت اثبت بص بص ما تعورش دي برضه خدعة الناس بيعملوها الخدعة التانية اللي بتاعت نوم على المسامير ادي المسامير اهي اهي هات بتاع البطاطا كده خدها واحدة البطاطا اهي هات واحدة من دي اصغر واحدة اصغر واحدة اصغر واحدة بسرعه قرب دي يا كابتن اللي هما بيمشوا على المسامير صح ده النوم على المسامير النوم على المسامير اه دي انا بطاطايه بصي دي بجد يعني دي بجد هي الدر بجد فاهم قصدي حضرتك بص الدر هنا انا ادوس عليها كده هدوس عليها اصلا تمام يا رب عشان دي نعمه اهو دي كده طلعت اهو انت بقى واحده تعالى يا كابتن حنان ننزل لفي حضرتك كده اقعدي بقى بالراحه انزلي نامي خالص بقى ارفع رجل حضرتك على الارض ارفع رجل حضرتك على الارض ايوه دي مدربه معانا هنا في الصاله واهي عشان انا معرفها ان ده كده ولا هتحس باي حاجه قوم بقى حضرتك تاني حضرتك بقى جربي لا مش هقدر ماشي بصي حضرتك الخدعه بتاعت المسامير دي بتاعت معبد الشاولين اهو ان المسامير كلها منصوب واحد المسامير كلها احنا عاملينها من هنا كل المسامير قد بعض بالظبط لما بنيجي كل المسامير قد بعض بالظبط لما بنيجي نعملها بنحطها مع بعض بتبقى كلها منسوب واحد لما حضرتك بتيجي تنامي جسمك طولك بتوزع على المسامير دي بتاعت المسامير كده عملنا بتاعت الازاز ودي بتاعت الشنيور اللهم صل على النبي في بقى بتاعت بقى الكبيره بقى دي بقى بتاعت حد في حد صيني برضو على اليوتيوب والفيسبوك والدنيا ودي حد بره مصر اتصل بيا وقال لي يا كابتن عبود امسك كده يا عبود حد اتصل بيا وقال لي يا كابتن عبود ان انجي قاعدين نوضح بيها واحد مصر عايش بره مصر فهو دلوقتي انا باجي اكسر الزلطه كده انا باجي اعمل كده اهو بعمل بس مش اي حد يعملها عشان احنا متدربين عليه انا وانا بعمل السنين بيعمل ازاي كل ده شو كل ده طريقة كده انا اول ما باجي اخبط اعمل لك واحده شو واحده من غير شو بعمل كده بصي كده لا عارفين انا ايه بقى لما باجي انزل بيها كده بنزل بيها بقوه اول ما برفع دي كده اهو فارد عشان بس خايفين دي تتخرم الجهاز اللي ورانا خايفين يتخرم بصي هات هات سايب بصي القصه في ايه ان انا لما باجي اعمل بيها كده لما باجي اعمل عشان بس دي مش عوض لما باجي اعمل كده عامل شا خلاص اللي بيعملوا كده هو بيخليك تبص على ايده عمال لما باجي السر بتاعها بقى من غير الكذب يعني عشان وري بس شباب مصر برده بالذات اللي بيلعبوا فنون قتاليه وعايز يعمل شو او عروض قدام الناس يعني الشغل كله في دي لما برفع كده بنزل ايده كده عليها هنا وانا بضرب برفعها كده وبنزل بقى بص انا نرد على هواك كذب والله ما بينقوها والله يا حبيبي خسرك والله دي بتاعت الزلط دي حضرتك بتاعت الزلط اللي هي اللي هم بيكسروا الزلط بايديهم والحاجات دي بتاعت التدريب احنا بنوضح كذا خدعه يعني الخدعه اللي بعد كده حضرتك بتاعت اللي هي بقى بتكسري الخشب على حد بتاع برضه السنين نعمل بس اصابه ازاي والله يا عم تعالى اقعد ازاي تعالى يا عم يا قايل عليها يا عم معلش
دي بتاعت اللي هي بتكسر ال بتكسرها على الايد ازاي وكده. احنا بس عشان جايبين الجهاز ده غالي جدا فخايفين عليه، الشازية اللي دخلت فيه جايبينه غالي جدا، ما صدقنا ان احنا جبناه ب 55,000 يعني. ربنا يوسع على حضرتك ويوسفيه. بقى كده هاخد اهو شيل لك وضع بقى كده. لا احنا مش هنعمل شو، احنا بنوضح الحديد. لكن انا مثلا اهو لما انا باجي اضرب شيل لك جنب، خلي ده شد عشان بس انا شد ايدي جنب كده، ما باجي نعمل عط شو كده. انا لما باجي اضرب بتاع المعبد الشاور مثلا هو بنشر قدامك كده بعمل هي، لما باجي اضرب بخلي هنا. ففيزيائيا دي اطول من دي، وقعت عم سمعت يا روسي مش الدره ولا حاجه، لابد ده الرقيق اللي عندنا. تمام دي بتاعت لما باجي مثلا اعمل نفس البطن برضه اهي، بس هو برضه محدش يجرب ده متدرب يعني. اوعى ده باخد دي كده اهو نفس الطريقه، لو انا بضربه كده هتوجعه كده مش هتوجعه. وانا ممكن اعملها على الدماغ انا بقى، اوعى مثلا انا اهو اما بعمل يا كشو، اما كحقيقه دي بتبقى ايه؟ عاوز كده كده دي بتاعت الايه كده. احنا وضحنا كذا خيط اهو اللي فيها الحاجات اللي الناس يعني سالتها. يعني حضرتك القوة الخارقة اللي الناس ظهرت بيها الفترة اللي فاتت دي ان الشنيور ما بيخترقش اجسادهم والحاجات دي كلها، يعني دي كلها مالهاش صحة من الحقيقة؟ ما احنا عملنا لحضرتك عملي وضحناه لك. يعني احنا وضحنا كده كذا حاجة. هي بتاعت الزلط انا بس ايديا فيها اصابة يعني مربطها عشان فيها اصابة. فلما صلى على سيدنا محمد دي بتاعت المسامير اهي، وعملنا بتاعت الازاز وبتاعت الشنيور، وضحنا الفرق بين الشنيور وهم دول. كشنيور وكأي حد بيركب الترين ده مثلا بره حتى في الصين تتحداني انا عن اتحدى على اي حد في العالم، في العالم مش في مصر بس. بدي هركب لك دي مش دي انت. هركب لك دي وانا هتحداك على اللي انت عايزه، وهخليك تخرم ايدك براسك هتخرم ايدك، لو مش خرمت هديك المبلغ اللي انت عايزه. بس ده احنا وضحناها. شكرا يا كابتن تعبناك معانا واحنا مبسوطين جدا ان احنا كنا مع حضرتك من تلفزيون اليوم السابع. معلش انا ايديا فيها اصابه بجد يعني، ان انا ما عملتهاش من اول مره. معلش انا بوضح خدعه للشباب. والله حضرتك ممتاز يعني، كفايه ان حضرتك وضحت للناس الحقائق. انا تحت امرك، احنا مش عايزين الجيل الصغير اللي يجي حد يضحك عليه، مش مهم احنا بقى خلاص، احنا عايزين الشباب مصر اللي تيجي ان شاء الله الشباب الصغار بتاع المستقبل يبقوا يستفادوا حاجه كويسه، يرجعوا لحاجه ان في صدق وفي كذب بس. شكرا يا كابتن تعبناك معانا واسفين جدا على الازعاج. يا باشا احنا تحت امرك، واحنا خدامين اي حد يوضح حقيقه للشباب مصر احنا تحت امرك. تحيا مصر. كان معاكم الكابتن عبود النينجا والشباب. نورت كانت معاكم فاطمه محفوظ. نورت من الزقازيق، من عند الكابتن عبود النينجا. ان شاء الله نستناكم في لايف جديد تحت امر حضرتك.